عاش عمل برانكوزي الفني منذ 111 سنة في سرية تامة، وقد تم الكشف عليه مؤخرا في باريس أثناء المنتدى العلمي والتاريخي. وقد سخر الباحث الفني تيري رايير أهم أبحاثه في اكتشاف منحوتة فنية مميزة اسمها القبلة 1905، حيث اعتبرت هذه المنحوتة كقاعدة الأساس في إنجازات برانكوزي ومنعرج أساسي، بل أيضا مصفوفة فن النحت الحديث. وأظهرت دراسات تيري رايير تشابها بارزا بين منحوتة القبلة 1905 وميدالية العهد القبل الكولومبي التي يمتلكها جده صديقا للنحات برانكوزي. إضافة إلى ذلك، لوحظ تشابها كبير بين هذه المنحوتة وبعض القطع الفنية التي ميزت تاريخ مصر القديمة. ويعود فضل هذا الاكتشاف الهام إلى الدرجة العالية من الانضباط والجدية وعمق الأبحاث العلمية التي تحلت بها دراسات تيري رايير، والتي نالت دعما قيما من أهم المختصين في هذا المجال. وكشف تيري رايير أن برانكوزي كان متأثرا بعلم آثار مصر القديمة، بالإضافة إلى اهتمامه بعالم الماسونية. وتحت الرعاية السامية للرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند، قامت جمعية أصدقاء أندري مونرو الدوليون بتنظيم منتدى حضره العديد من الشخصيات، جاءت من مختلف دول العالم، مؤرخون، علماء، ومختصون في عالم الفن. وقد هنئ تيري رايير من قبل ويليام روستان، مدير المعهد الوطني للبحث العلمي ورئيس مؤسسة البيولوجيا. بهذه المناسبة سيتم نشر خلال الأشهر القادمة كتاب يضم ويشرح الطريقة العلمية المعتمد عليها للوصول إلى هذه النتائج المذهلة.